لم تنجح محاولات إقامة منطقة عازلة في تركيا على الحدود السورية مع تركيا على مدى الأشهر الماضية رغم سعي أنقرة المتكرر لذلك، وما كان منتظرا في الشمال السوري قد يتجسد هذه المرة في الجنوب أي في الأردن. ويبدو أن القوات الأمريكية التي أكد وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا وجودها في الأردن وضعت في قائمة مهماتها إقامة تلك المنطقة العازلة تحت عنوان إيواء اللاجئين السوريين في المملكة الهاشمية. لماذا هذا التحرك الأمريكي من الأردن؟ وما هي قدرة عمان على تحمل تبعات قرار كهذا؟ وما هي إمكانية تحقيق هذا الكلام أو التهديد الأمريكي؟ وهل يمكن أن يكون إعلان حرب رغم التحذيرات الروسية ومخاوف الجميع من انفجار حرب إقليمية؟ نتعرف أولا على تفاصيل ما تكشف حول الوجود الأمريكي في الأردن. أهلا بكم. 150 جنديا أمريكيا وصلوا سرا إلى الأردن، هذا ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، وتضم القوة أيضا مخططين واختصاصيين ويقودها ضابط أمريكي كبير. وحسب الصحيفة فأن هذه القوة تمركزت في شمال عمان على بعد 55 كيلومترا من الحدود السورية، ما يجعلها أقرب نقطة وجود عسكري أمريكي للحدود السورية، وهي تدرس سبل منع توسع ما سمته الصحيفة رقعة النزاع السوري إلى الحدود الأردنية. كذلك تتضمن مهمة العسكريين الأمريكيين وضع خطط لحماية الأردن من الأحداث في سوريا وتفادي أي اشتباكات كالتي تحصل عند الحدود التركية السورية. وبحسب نيويورك تايمز فقد جرت مناقشة إقامة منطقة عازلة بين سوريا والأردن لتطبق في حالة الطوارئ، ويشير تقرير الصحيفة إلى وجود ما اعتبرته مخاوف من انفلات السلاح الكيميائي السوري إذا تدهور الوضع بنحو دراماتيكي. كشف الصحيفة جاء تحت عنوان مساعدة الأردن على تنسيق المساعدات الغذائية والمياه وخدمات أخرى أساسية للاجئين الواصلين إلى أراضيه. هذه المعلومات نفاها الأردن، لكن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا تحدث عن تعاون بلاده مع تركيا والأردن لمراقبة الوضع في سوريا. وللتوضيح أكثر لابد من الإشارة إلى أن الحدود السورية الأردنية تمتد على طول 375 كيلومترا، أما أبرز المعابر التي سلكها اللاجئون السوريون فتتمثل بمعبر صيب البري الرسمي إضافة إلى معابر أخرى غير رسمية كالأراضي الزراعية. أبرز المدن الحدودية مدينة درعا من الجانب السوري ومدينة الرمثة من الجانب الأردني. وبحسب وزارة الخارجية الأردنية فأن نحو 200 ألف لاجئ قد عبروا إلى الأردن ويتوزعون في مساكن مؤقتة في مدينة الرمثة أو لدى أقارب أو أصدقاء لهم في المملكة، بالإضافة إلى نحو 34 ألف لاجئ في مخيم الزعتري الذي أنشئ في نهاية يوليو الماضي. عودة الآن إلى متابعة النشر.